مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لكم العرض الرئيسي لهذا المساء من الفضائية التشادية. أبدأ هذه النشرة بهذه البرقية، برقية تهنئة من فخامة رئيس الجمهورية إدريس دبي تنو إلى نظيره رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا. هذا نصها سيد الرئيس أخي الغالي بمناسبة الذكرى 94 من إعلان جمهورية تركيا والذي يصادف 29 من أكتوبر 2017. لي الشرف بأن أتقدم باسم الشعب التشادي وحكومته وباسمي الخاص بخالص تهانينا الحارة، كما أنتهز هذه السانحة بأن أشيد بعلاقات الصداقة والتعاون القائمة بين بلدينا وشعبينا الشقيقين، متمنيا لكم وللشعب التركي الشقيق مزيد من الصحة والعافية. وأتقبل مني أخي الرئيس فائق التقدير إدريس دبي تنو رئيس الجمهورية رأس الدولة.